بكم. أودى حادث تصادم بين قطار وحافلة لنقل العمال بمدينة حلوان المصرية لوفاة شخصين وجرح 6 آخرين، وهذا وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية. وقد أكد مساعد وزيرة الصحة المصرية خالد مجاهد أن السلطات أرسلت 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مضيفا أن إصاباتهم كانت بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات. كما أوضح أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت أنها ستتابع تطورات الحالة الصحية للجرحى. من جانبها بعثت النيابة العامة وفدا لمعاينة مكان الحادث. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة مراسل الشرق إسلام أبو المجد. أهلا بك إسلام، لو تضعنا في تفاصيل حادث التصادم الجديد وما ترتب عليه من ضحايا وأضرار. نعم غنو، يعني حتى الآن وفقا للبيانات الرسمية الصادرة نتحدث عن حالتي وفاة وست إصابات بين عاملات يعملن في يعني مصانع لصناعة الملابس الجاهزة. ماذا جرى بالتحديد وفقا للبيان الصادر من هيئة السكك الحديد في مصر؟ نتحدث عن أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام أثناء سيره وفي نقطة معينة في جنوب القاهرة في منطقة كفر العلو في جنوب القاهرة في مدينة حلوان، اصطدم بحافلتي كانتا يتوقفان على مسير القطار. اصطدم بالحافلة الأولى ثم احتك بالحافلة الثانية، ما أدى إلى هذا العدد من الإصابات والوفيات. هناك بعض جهود العيان الذين يؤكدون أن العدد مرشح إلى الزيادة، لكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن حالتي وفاة وست إصابات. الآن يقوم فريق من النيابة العامة المصرية بمعاينة موقع الحادث. أيضا ما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في هذا المكان. كانت هناك أنباء تشير بأن السائق هرب، لكن وزير النقل المصري كامل الوزير قال قبل قليل إنه تم التحفظ على السائق بعدما قام بتسليم نفسه في أحد أقسام الشرطة القريبة من موقع الحادث، وتم إجراء تحليل المخدرات ولم يتم إثبات أنه كان يتعاطى المخدرات. وزير النقل المصري في هذه الحالة أيضا كان يتحدث عن أن ما جرى هو جراء البناء العشوائي الذي تم بعد ثورة 25 من يناير، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى يعني الفيديو الصادر من المكان هناك من موقع الحادث نرى بأن المسافة ما بين المساكن الموجودة هناك أو الوحدات السكنية والمباني وبين شريط سكك حديد مصر هي مترين فقط، بينما المسافة الآمنة التي يجب أن تكون موجودة هي 15 مترا بحسب وزير النقل المصري. وبالتالي الآن هناك بعض القرارات الصادرة من قبل وزير النقل بإزالة كافة المنازل الموجودة في هذا المكان والعشش إذا صح التعبير باللغة المصرية، وأيضا تعويض هؤلاء السكان بأماكن أخرى. الآن أيضا هناك عدد من المسؤولين يتوجهون إلى موقع الحادث لمعاينة المكان. هناك محاولات لتحريك هذا القطار وزحزحة هذا القطار عن مكانه، خاصة وأنه بحسب بعض شهود العيان جنح عن القضبان، لكن المسافة القليلة ما بين شريط سكك الحديد مصر وما بين المساكن ربما يعوق مهمة يعني رجال الإنقاذ هناك في القيام بهذه المهمة، ربما تستغرق عدد من الساعات. ولكن حتى الآن تم تحريك إحدى الحافلات بحسب ما وصل إلينا قبل قليل، تم تحريك إحدى الحافلات وجاري ربما المتابعة لتحريك هذا القطار. من المفترض أن المرحلة المقبلة ستشهد بحسب وزير النقل المصري إزالة كافة المناطق الموجودة هناك. نتحدث في النهاية غنوة عن وجود ما يقرب من 3000 معبر غير رسمي بحسب تقارير غير رسمية، هي معابر عشوائية موجودة في محافظات مصر، وهذا المكان يعد من أحد هؤلاء الأماكن العشوائية التي تسببت في الكثير من الحوادث على مدار السنوات الماضية. طب إسلام، وفقا للأرقام هل لازالت حوادث القطارات في ازدياد أم أنه في تحسن ملحوظ؟ يعني في الفترة الأخيرة هناك خطة وضعتها وزارة النقل المصرية تتعلق اولا بعدم خروج اي قطار من يعني عدم خروج اي قطار الا بعد التاكد من يعني الحاله الفنيه وصلاحيه هذا القطار في التحرك. هذه هي المرحله الاولى، ويتم يعني مراجعه الحاله الفنيه لكافه القطارات والعربات والجرارات قبيل خروجها من مكانها بشكل يومي وعلى مدار الساعه.
أيضا ربما تم يعني عدم تم تعطيل بعض القطارات يعني التي وصلت إلى يعني التي تعاني من بعض الأعطال الفنية، وأيضا هناك بعض الجرارات التي وصلت في إطار الصفقة الروسية بين مصر وروسيا باستيراد ما يقرب من 1300 عربة قطار وصلت إلى القاهرة، وصل منها عدد كبير يتم الدفع بهذه الجرارات في يعني سكك حديد مصر. ولكن في هذه الحالة ربما التي نتحدث عنها بشكل تحديد على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن قطار بضائع يسير في يعني منطقة خاصة بقطارات البضائع فقط وليس القطارات التي تقل يعني المواطنين من محافظات مختلفة. ويعني هذه الأماكن بشكل عام أو المسير الذي يسير عليه هذا القطار وغيره من القطارات التي تنقل بعض البضائع من المفترض أنها تكون مؤمنة بشكل كبير، خاصة وأنها تحمل يعني مواد ثقيلة ومعدات وغيره. هذا القطار على سبيل المثال غنوة كان متوجها إلى أحد المحاجر التابعة للجيش المصري، وبالتالي يعني مسير القطار في هذا المكان ربما يحظى أو ربما كان من المفترض أن يحظى بمزيد من التأمين. لكن وزير النقل أرجع ما جرى بالبناء العشوائي في هذه المنطقة. إذا تحدثنا عن تزايد معدلات الحوادث، حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك تزايد، ولكن حتى الآن لم تتوقف يعني حوادث القطارات في مصر. هناك أسباب شخصية تعود إلى بعض يعني سائقي القطارات الذين يتعاطون المواد المخدرة كما حدث في قطار سوهاج وأثبتت التحقيقات هذا الأمر. هناك أيضا أسباب فنية تتعلق بحالة القطارات والجرارات المتهالكة وأيضا قضبان سكك حديد مصر التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، بالإضافة إلى أمر مهم يتعلق بالمعابر العشوائية التي تم بناؤها من قبل السكان الذين يسكنون في هذه المناطق. هي لا تخضع إلى إشراف حكومي وتقدر بحسب تقارير ليست رسمية ب3000 معبر على مستوى فقط. توضيح بشكل مختصر إسلام، هذه المعابر يعني كيف يتم إنشائها؟ لو تشرح لنا فقط. نعم، يعني هذه هي نقطة مهمة غنوة. نحن نتحدث عن أنه بعد 25 من يناير في عام 2011 قام العديد من المصريين ببناء ما يسمى بالعشش والوحدات السكنية بالقرب من خطوط السكك الحديدية. من المفترض أن المساحة أو المسافة يعني القانونية هي 15 متر، لكنهم قاموا ببناء هذه المساكن والعشش على مسافات متباينة ما بين مترين، 3 أمتار وخمسة أمتار. نعم. وحتى يعني يتمكنون من العبور من هذه الأماكن التي ربما يوجد بها عدد كبير من السكان، قاموا ببناء بعض المعابر العشوائية بطرق تقليدية. وبالتالي سائق القطار عندما يتوجه إلى هذه الأماكن ليس هناك عامل تحويله يعني يقوم بالتواصل معه ل يعني لإبلاغه بأن هذا المكان يوجد به سكان أو غير. يعني كثير من الحوادث التي وقعت في محافظات مصرية وفي بعض الأماكن النائية كانت بسبب هذه المعابر التي يعبر منها المواطنون ويعبر منها بعض السيارات والمرة، لكنها ليست مدونة وليست معروفة لوزارة النقل المصرية، وبالتالي تسببت للكثير من الحوادث. الآن هم يقومون بإزالة بعض هذه المعابر والاستبدالها بمعابر إلكترونية وتخضع لإشراف هيئة سكك حديد مصر. أشكرك، كنت معنا من القاهرة مراسل الشرق إسلام أبو المجد، شكرا جزيلا لك.